السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، أحب بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية لنحضر سلسلة من الحلويات الرائعة والمتنوعة. كتجي راقية ولذيذة وناجعة، كيكة الليمون وكيكة الشوكولات وكيكة الجوز وكيكة إسفنجية جد رائعة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، نخلطوا في القناة ديالي ليوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبه للمقادير المرحله الاولى، كنحتاجو برتقاله. هذه البرتقاله قطعتها لهذا الشكل. عندنا سنيده اي سكر الخشن تقريبا 100 غرام، ما يعادل كاس الا ربع. انا هنا 200 ملل ديال الماء، ما يعادل تقريبا كاس ديال علبه او كاس شاي. بسم الله كناخذ هذه المقلاه كنوضعوا فيها الماء باش كنعسلو هذا الليمون. كنديروا سنيده اي سكر الخشن، تنتركوا المزيج ديالنا حتى تيغلى حتى نوضعوا فيه الليمون. بسم الله، بعد ما غلى لنا المزيج كنوضعوا فيه هذا البرتقال، وتنتركوا هذا البرتقال تقريبا مده 15 دقيقه حتى يتعسل لينا وحنا كنراقبوا. بعد ما تعسل لينا البرتقال كنحيدوه بهذا الشكل. باش نوضعو في المول، هانتوما كتلاحظو تشوفو المنظر ديالو كي كيجي رائع. هاهو تيجي على هاد الشكل، غنتركوه باش نوضعو في المول. وبالنسبه لهذا السيرو غادي نوريكم اش غادي نديرو به. بسم الله، كناخذ هذا المول كنديروا فيه الورق الغذائي. اي مول عندكم ضروري باش ديروا هذا الورق. هذا المول بالنسبه ليا فيه 24. في القطر ديالو كنوضعوا هذا البرتقال بهذا الشكل، كنبقاو نسدفو فيه حتى تنكونوا دائره على حسب المول اللي عندنا. بعد ما وضعنا البرتقال في الطبق، الان نمرو باش نحضروا الكيك. بسم الله، بالنسبه للمقادير ديال الكيك كنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الفرص، اي دقيق الرطب، تقريبا ما يعادل جوج الاكواب، ما عمريش بزاف. عندنا هنايا 3 حبات تاع البيض، عندنا هنا نص كاس ديال الزيت، زيت نباتي ما يعادل تقريبا 80 ملل، عندنا كاس عصير البرتقال ما يعادل تقريبا 200 ملل، عندنا هنا تقريبا كاس ديال العلبه ديال السكر الخشن اي سنيده ما يعادل تقريبا 150 غرام، جوج شاشيات ديال الخميره، خميره الحلوه 14 غرام، ساشيه واحده تاع فاني، قشور تاع الليمون اي برتقال محكوكين على هذا الشكل، معلقه كبيره تقريبا. بسم الله، نبداو على بركه الله. كنصبوا السكر الخشن، كنصبوا البيض، كنحاولوا نطربوا هذا البيض مع السنيده مزيان باش نمطرو بها مزيان حتى نحصلوا على واحد الخليط تقريبا قريبه بحال غادي البيضيه حتى تذوب لينا السنيده مزيان. بعد ما طربنا البيض مع السنيده تصبح على هذا الشكل. الان كنصبوا هذا الزيت وكنمزجوا مزيان، كذلك كنبقاو نمزجوا حتى تمتزج لينا الزيت مع هذا الخليط. بعد ما مزجنا الزيت مع هذا الخليط كنحاولوا نديروا فانيليا، ساشيه قشور نتاع البرتقال، وكنصبوا كذلك البرتقال، كنبقاو نمزجوا. الان كنصبوا الدقيق، كنصبوا واحد القليل من الدقيق، كنصبوا الخميره، كنبقاو نمزجو هاد الخليط ديالنا مزيان على هاد الشكل. بسم الله، الان نصبو الخليط في المول، الفران سبق لينا درناه يسخن،
كيسخن مزيان من بعد تنغسلي العافيه تكون العافيه متوسطه. وبالنسبه لهاد الكيكه راه ما كنحلو لها العافيه ما كنحلو لها الفرن حتى تدوز تقريبا 35 دقيقه دائما، هذه قاعده. من بعد تنشوفوها واش طبت ما طبت كنتركوها تطيب، هي كتستغرق تقريبا 50 دقيقه باش كطيب. نضغط في الفرن بسم الله. بعد ما خرجنا الكيكه من الفرن كنحاولوا نديرها مشنف على هذا الشكل باش تسهل لينا نقلبوها. نحيد هذا الاول الان غادي نحاولوا نقلبوها بسم الله. بعد ما قلبناها الان نحاولوا نزيد الورق. بعد ما حيدنا الورق الان نمروا باش نحضروا السيرو. بسم الله. كناخدو السيرو اللي عسلنا فيه البرتقال على هذا الشكل. كناخدو تقريبا نص كاس نتاع البرتقال على هذا الشكل، تقريبا ما يعادل 100 مللتر، وكنصبوه كنطيبوه في هذا لاصوص اللي عسلنا فيها البرتقال، وتنطقوه تيغلى تقريبا 5 دقائق. بعد ما مرت 5 دقائق كنطفيو على السيرو النار وكندهنوا به الكيكه. بسم الله. هذا السيرو كندهنوا به الكيكه هو سخون. انتما كي كتلاحظوا المنظر ديال الكيكه كيجي رائع حتى لذة لا تقاوم، وكتجي خفيفة مسفجة. الشكل النهائي ديال الكيكة البرتقال كتجي على هذا الشكل، كتجي خفيفة ولذيذة ومسفجة. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 240 غرام ديال الدقيق ما يعادل تقريبا جوج اكواب عامرين مزيان. عندنا هنا 75 غرام ديال الشوكولاته، غبرة يعني كاس ما عمرش، يعني هنا تقريبا 350 تاع السكر ما يعادل جوج اكواب عامرين كذلك. ثلاثه البيضات، حبه تاع البيض، 150 غرام ديال الزبده على حراره الغرفه. عندنا هنا 300 مليلتر ديال الحليب ما يعادل تقريبا جوج كيسان، جوج اكواب الا ربع. ساشية ديال الخميرة هي ديال تقريبا 7 غرام، ساشية ديال الفانيا. بسم الله. كنمزجو المواد الناشفة، هنا الدقيق، شطرة الغبرة، الخميرة، كنمزجو على هذا الشكل وكنطرحو جانبا. بعد ما نمزج الدقيق مع الشوكولات كنتركو جانبا ونمرو للمرحله الاخرى. بسم الله. الان تنمزجو المكونات الاخرى. كنصبو البيض، ثلاثه البيضات، نصبو الحليب، فانيا، السكر، الزبده. كنمزجو الكل في هذا الخلاط الكهربائي، كنمزجو مزيان. بسم الله. بعد ما طربنا هذا السائل كيصبح على هذا الشكل، كنبقاو نطربو فيه، كنطربوه مزيان حتى يصبح على هذا الشكل. كنبقاو نطربوه تقريبا 3 حتى 4 دقائق حتى
تتصبح لنا على الشكل. هذا هو السر نجاح هذا الكيك. هانتوما كي كتلاحظوا كنطربوه مزيان، نطربوه بهذا الطرب مزيان تتصبح لنا على الشكل. بسم الله. بعد ما نجينا الخليط كامل على هذا الشكل كنصبوا الدقيق، حنا كنرجعوا مزيان على هذا الشكل. كنجزو مزيان حتى تيبدا الجنة الكل. بعد ما مزجنا هذا الخليط الان نديروها في المول. بسم الله. هذا المول بعد ما دهناه بقليل من السمنه الان كنصبوا فيه هذا الخليط بهذا الشكل. بسم الله بركه الله. بسم الله. الان ندخلها الفرن، الفرن يكون سخون وكنقصوا الحراره، يعني تكون تقريبا تسخن مزيان تقريبا 170 حتى 180 مده تقريبا 45 دقيقه. ما كنحلوش على الفران حتى تتمر 35 دقيقه حتى نشوفوا واش تحمرت ولا طاب. واحد النقطه مهمه بان العافيه كنشعلها من التحت، ما كنشعلهاش من الفوق والتحت، لان الا شعلنا الفوق والتحت راه الكيكه ما كطيب ليناش مزيان وكتجينا معجنه من الداخل. كنشعلوها من التحت حتى تطيب لينا، ومن بعد كنطفيو التحت وكنحمروها شويه من الفوق. بسم الله. بعد ما طابت لنا الكيكه وخرجناها من الفران صبحت على هذا الشكل. كتجي كيكه مسفجه الان كتلاحظوا الشكل ديالها مسفج. الان مرة باش نحضروا الكناش. بالنسبه للمقادير تاع الكناش كنحتاجوا 130 مليلتر ديال لا كريم فريش، ما يعني تقريبا كاس لارو. هاد الكريمه راه خديتها عند صحاب الحلويات الباتيسري، كتباع عندهم موجوده هنا. جوج معالق كبار ديال الحليب، 250 غرام ديال الشكلاط، اي نوع ديال الشكلاط تاع الحليب ولا الشكلاط الاسود. بسم الله. بعد ما قطعنا هذا الشكلاط قطع صغيره كنديروا في حمام مريم اي الماء هنايا، وقاسونه اخرى كنديروا باش نديروا فيها الشكلاط باش هذا الشكلاط ما يتحرقش لينا. كنصبوا فيه هذه الكريمه السائله على هذا الشكل، تنبقى نحركوا فيه حتى يذوب لينا هذا الشكلاط. بعد ما ذاب الشكلاط كنضيفو قليل من الحليب بجوج معالق وكنلجو هذا الشيء. لما ضفنا الحليب كنلجو بهذا الشيء وكنطفي عليه النار وكنتركو حتى نعملوه فوق الكيكه. بسم الله. كنحاولو نصبو في الوسط، حنا كنديرو جنب على هذا الشكل. الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل بعد ما زيناها تزيين دائما حسب الذوق. كنتمنى تعجبكم، راه كتجي رائعه المدى وغادي تعجبكم. هي جربوها وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق، ما يعادل تقريبا جوج كيسان ديال العنبه او جوج كيسان ديال كاس تاع الشاي، 200 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده ما يعادل تقريبا كاس ونص ديال العنبه او كاس ونص تاع كاس ديال الشاي. كاس ديال الشاي كنعبروا به كاس ونص تقريبا. هنايا كاس العنبه كناخذو الربع ديالو نتاع الزبده، ربع نتاع كاس ديال الزبده.
جوج معالق نتاع شوكولاته غبره اي كاكاو، جوج معالق كبار، هذه جوج معالق كبار، جوج معالق كبار ديال مايزينا، معلقه صغيره نتاع خميره كيماويه، معلقه صغيره تاع فانيليا، اللي ما عندوش هاد فاني يدير ساشيه او سائل. عندنا خمسه ديال البيضات. بسم الله على بركه الله، كناخذوا البيض كنعزلوا بياض البيض وصفات البيض، كناخذوا هاد بياض البيض كنديروا واحد قرصه ديال الملحه على هذا الشكل، وكنبقاو كنضربوا حتى تنحصلوا على بياض بحال الثلج. بسم الله. بعد ما اصبح بياض البيض على هذا الشكل كنبقاو نصبوا سنيده شيئا فشيئا، معلقه معلقه، وحنا كنضربوا حتى يتعقم لينا هذا الخليط مزيان. حنا كنضربوا وكنصبوا سنيده، بعدما مزجنا بياض البيض صبح على هذا الشكل مع سنيده كيصبح على هذا الشكل، هانتوما كتشوفوا ها هو على هذا الشكل، كنتركوه جانبا وكنطربوا حتى تنطربوا صفات البيض مع شويه الزبده عاد تنزجوا هذا الخليط ديالنا. بسم الله. الان كناخذوا صفار ديال البيض كنزيدوا فيه، نزيدوا فانيليا كنمزجوا على هذا الشكل مزيان، كنزيدوا الزبده كنبقاو نمزجوا على هذا الشكل باش نصبوه على بياض البيض. بعد ما مزجناه غادي نخلطوا الخليط الاول مع الخليط الثاني، بياض البيض مع هاد صفات البيض، من بعد كنبقاو نصبوا هاد صفات البيض على بياض البيض وحنا كنمزجوا شيئا فشيئا، كنبقاو نخلطوا على هاد الشكل هكا باش ما يتهرس لينا هاد البيض ديال البيض، كنطلعوا من الفوق للتحت وحنا كنمزجوا. لهذا الشكل تحت للفوق المزج بعد ما مزجنا بياض البيض مع صفات البيض. الان غادي نمروا للمرحله التاليه، كناخذوا الدقيق كنمزجوا المواد الجافه، هذه الخميره مايزينا، واللي ما متوفر عنده المايزينا يمكن يعوضها بالدقيق، لان هذا المايزينا كتجعل هذا الكيك مسفش ولذيذ بهذا الشكل. الان كناخذوا المزيج هذا وكنبقاو نصبوا فيه الدقيق وحنا كنمزجوا، كنمزجوا من الفوق لتحت دائما باش هذا الخليط ديالنا ما ينزلش، كتجينا الكيكه مسفجه. كنبقاو مستمرين حتى تنكملوا جميع الدقائق اللي عندنا. بعد ما مزجنا الخليط مع الدقيق كنحاولوا هذا الخليط نقسمه على جوج. بسم الله. بعد ما قسمنا الخليط ديالنا على جوج كناخذوا الجبانيه وكنوضعوا الشوكولات غبره بهذا الشكل، كناخذوا واحد القليل من الحليب اللي بيخلط لينا، حنا كنصبوا وكنخلطوا واللي ما متوفر عنده الحليب يمكن يدير الماء، هي باش حنا نمزجوا ونخلطوا هذا الكاكاو عاد نمزجوه
مع العجينه اللي قسمنا. بعد ما نجنا الشوكولاط مع الحليب على هذا الشكل كما كتلاحظوا، غناخذ هذا الخليط ونصبوه فيه باش نمزجو مزيان. الان كنمزجو هذا الخليط الشوكولاط مع هذا العجين، كنمزجو مزيان حتى نحصلوا على اللون المطلوب، لون الشوكولاط بهذا الشكل. ودائما المزج تيكون من التحت للفوق باش هاد العجين ما طيحش لينا وتخسر. نتوما على هذا الشكل الخليط الاول والخليط الثاني صبح الجاهز. كناخذوا هذا المول طويل على هذا الشكل، وبعد ما دهناه بالزبده ودهنا ليه الدقيق كناخذوا جوج معلقات، المعلقه الاولى من هذا الشكل، وكنصبوا الخليط كنصبوه في الوسط. الخليط الاول ابيض، كنبقاو كنديروا الخليط اللي فيه الشوكولاط كذلك بهذا الشكل. كنديروا معلقه هكا خليط ابيض خليط اسود الشوكولاط حتى تنهيو جميع هاد الخليط اللي عندنا. كنبقاو مستمرين حتى تنكملو جميع هاد الخليط. كنبقاو مستمرين على هاد الشكل، معلقة خليط أبيض معلقة خليط اللي فيه الشوكولاط. بعد ما كملنا الخليط الان غادي ندخلو هاد الطاوة الفران. واحد النقطة مهمة، الفران يكون ساخن، وحيت ندخلو هاد الطاوة نقصو عليه العافية، تكون العافية متوسطة وما نحلوش العافية حتى ما نحلو على المول على الكيكة حتى تطمر تقريبا 30 حتى 35 دقيقة باش ما الكيكة تنزل لينا. بعد ما خرجنا الكيك من الفران بحال هاد الشكل كنتو كتشوفو، الان غادي نحيدو من المول. جا على هذا الشكل، نحاولوا نقسمو كيجي المنظر ديالو رائع. كيجي الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما قطعناه جا على هذا الشكل. المنظر ديالو ها هو كي كيبان، كيبان المنظر ديالو رائع. حتى الشكل ديالو ها هو خفيف ولذيذ. ها هو الشكل كتشوفو، كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم. غير جربوه وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنحتاجو ربعة البيضات، كاس ديال الكركاع اي الجوز ما يعادل تقريبا 70 غرام، هنا كاس معمر ديال الزيت ما يعادل 130 مللتر، هنا كاس ديال السكر اي السكر اي السكر الخشن ما يعادل تقريبا 150 غرام، هنا نص كاس ما يعادل تقريبا 50 غرام ديال الدقيق القمح الكامل. واللي ما عنده الدقيق القمح الكامل يمكن يدير الدقيق الفينو على شكل السميده. يعني هنا جوج كيسان ديال الدقيق 200 غرام، نص معلقه صغيره ديال الكاكاو المر، انا معلقه صغيره ديال القرفه، ساشيه واحده ديال الخميره ما يعادل 7 غرام، انا ساشيه واحده تاع فاني، ثلاثه ديال جزرات اي خيزو. بسم الله كنصبوا البيض على هذا الشكل، كنطلبوا بعض الشيء. بعد ما طلبنا البيض
كنصبو سنيده وكنطلبو سنيده مع البيض مزيان. درتو لينا تقريبا سنيده. بعد ما طلبنا البيض مع السكر، الان كنصبو الزيت. حنا كنطلبو كاكاو، مر، فانيلا، قرفه، وكنمزجو مزيان. كنبقاو كنبدلو هاد المكونات. هاد الكيكه كتجي رائعه لذيذه بزاف، مذاق ديالها لا يقاوم. بسم الله. كنصبو الكركاح، يمكن نبدلوه باللوز حسب متوفر عندكم، المكسرات حسب الذوق، كيجي لذيذ. عندنا هنايا ها هو، بعد ما بشرناه رقيق، ها هو الشكل ديالو، خيزو، هاد خيزو راه بشرناه بالحكاكه رقيقه، وحنا كنمزجو بهاد الشكل. بعد ما مزجنا الكل، الان كنصبو الدقيق على هاد الشكل، كنصبو فوق منو خميره. حنا كنمزجو، كنصبو وكنمزجو. بعد ما مزجنا الكل، الان نوضعو في الطاوله. بسم الله. كناخد هاد المول بعد ما درنا بالزبده، درنا ليه الدقيق، واي مول متوفر عندكم يمكن تستعملوه. كنصبو فيه هاد الخليط على هاد الشكل. بعد ما درنا الخليط في المول، الان غندخلو الفران. الفران راه سبق لينا سخناه، كيكون ساخن، وكنقصو عليه العافيه تكون تقريبا شي 170 درجه، وما كنحلوش عليها الفران حتى تضمر تقريبا 25 دقيقه 30 دقيقه، عاد نشوفها شطب ما طبت نكملها طيب، وكنبقاو كنراقبوها. بسم الله. بعد ما خرجنا الكيك من الفران كتجي على هذا الشكل، غنزينوها بالسكر كلاصي، ودائما كي كنقول لكم بان تزين حسب الذوق. راه كتجي لذيذه 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 بزاف. الشكل النهائي ديال الكيكه كتجي على هذا الشكل، كتجي المذاق ديالها رائع ولذيذ لذيذ بزاف وبنين. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للمقادير، كنحتاجو الدقيق ما يعادل تقريبا 225 غرام، جوج كيسان مملوئين على هذا الشكل. انا هنا كاس تاع ياغوت، ما عمرش بزاف، خليت شويه. هنا انا 150 غرام، ما يعادل تقريبا 170 غرام. هنايا انا سنيده كاس عامر 150 غرام. هنا 100 غرام الزبده، تقريبا 3 معالق كبار، جوج حبات تاع البيض، هنا ساشيه تاع فانيا، خمارة ونصف ما يعادل تقريبا 10 غرام. بسم الله. كنصبو سنيده، اي سكر الخشن، كنصبو الزبده على هذا الشكل. من بعد كنطربو الزبده. بعد ما طربنا سنيده مع الزبده، يمكن نطربوه حتى بيدينا. الان كنصبو البيض وكنطلبو. بعد ما طلبنا البيض مع السنيده، كنصبو فانيا، كنصبو هذا الياغوت، كنعاودو نطلبو. بعد ما طلبنا الكل،
كنصبو الدقيق شيئا فشيئا. ويمكن لنا من الاول نطربو بالطراب اليدوي، ماشي بالضبط نطربو بالطراب الكهربائي. كنصبو خميره وكنلجو الكل. يمكن نديرو هاد المكونات كذلك في الميكسور، نطربو في البيض مع سريده الميكسور، من بعد عاد نصبو الزبده. كنطربو مزيان، كنمزجو الدقيق مزيان بسم الله. بعد ما مزجنا العجين بحال هذا الشكل، هانتوما كتلاحظوا القوام ديالو كيفاش داير على هذا الشكل. الان كناخذ هذا الموت كنديروا فيه الزبده وشويه الدقيق، وكنصبوا فيه هذا الخليط، وكنبقاو كنسرحوا. هذا الموت تقريبا فيه 24 سنتيم. بعد ما وضعنا العجين كنسرحوا على هذا الشكل، هانتوما كتلاحظوا كنبقاو نسرحوها مزيان، كنسويوها في جميع الجوانب، كنسرحها حتى تيصبح السمك ديالها مقاد باش ندخلوها للفران. الفران اسبق لينا سخناه تقريبا تتكون الحراره 180 درجه، وكيطيب وما كنحلو لها العافيه حتى تتكون ما تحلو لها الفران، حتى تتمر تقريبا نصف ساعه دائما كيكا حتى تتمر نصف ساعه باش ما تنزل لينا. عاد بعد كنراقبها الى طابت مازال طاب تنعاودو نردوها تطيب لينا. الان ندخلوها للفران، الفران سبق لينا سخناه 180 درجه وكنراقبها حتى تطيب، وما كنحلوش عليها العافيه حتى تمر تقريبا 30 دقيقه بسم الله. بعد ما خرجنا الكيك في الفرن بعد ما طاب انتما كتلاحظوا، الان غادي نحاولوا نحيدوه من المول باش نمروا المرحله الثانيه. بالنسبه للمقادير الكيكه الثانيه، اي الطبق الثاني اللي غادي نصيبوا مع ديك الكيكه الاولى، نفس المقادير هي بالنسبه للدقيق. عوضنا الشوكولا، انا هنا 100، انا هنا تقريبا كاس ونص يعني عامر شي شويه، يعني ما 100 هي 185 غرام. انا هنا كاس ما عامرش يعني تقريبا 40 غرام ديال الشوكولاط، الشوكولاط غبره هي في المجموع تقريبا عندنا 200 هي 225 غرام. اللي درنا المقادير الاولى ديال الكيكه احنا بدلنا بالشوكولاط، عوضناه 40 غرام اللي حيدنا عوضناها بالشوكولاط غبره. انا هنايا تقريبا 170 غرام ديال الياغوت، يعني كاس 150 غرام ديال السنيده، سكر خشن، هنا جوج حبات تاع البيض، 100 غرام ديال الزبده، ما يعني تقريبا 3 المعالق. واللي ما متوفاش عنده زبده يمكن يدير نص كاس وفي شويه ديال الزيت، ما يعني تقريبا 100 مليلتر. هنا زوج ساشيه ونفس تاع الخميره تاع الحلويات، ما يعادل تقريبا 10 غرامات. هنا ساشيه ديال الفانيليا. بسم الله كنصبوا البيض تقريبا جوج حبات تاع البيض سنيده، كنصبوا فاني ياغوت، وكنطربوا كل مزيان. كنصبوا الزبده، الزبده راه على حراره الغرفه، وكنطربوا بعد ما مزجنا الكل كنصبوا الشوكولاط. هنا ضروري باش نغربلو الدقيق، كنصبوا الدقيق راه باش ما غربناهم كتجينا الكيكه مسفجه في الاول. واخا ما غربلتهم في الاول، الكيكه الاولى كناخذ هكذا كنصبوا عليها خميره، وكنغربلو الكل. بعد ما خرمنا الكل الان كنرجو الخليط ديالنا كامل على هذا الشكل. بعد ما مزجنا الخليط بحال هذا الشكل هانتوما كتلاحظوا الشكل ديالو، الان كنوضعوه في الطاوله وسبق لنا الفران، راه الفران سخون تقريبا 180 درجه، وما كنحلو عليه العافيه حتى تتمر تقريبا ساعه. عاد تنرقبوها الا ما طابت لنا كنزيدوها نزيدوها حتى تطيب لنا مزيان. بعد ما وضعنا خليط في المول كنحاول نسرحو مزيان باش نوضعها في الفران. الان نوضعها في الفران 180 درجه تقريبا، ما كنحلوش عليها حتى تتمر 30 دقيقه. عاد بعد كنراقبها الى تحمرات، ما تحمرات كنتركها حتى تزيد تحمر. بسم الله. بالنسبه للحشوه كنحتاجو كاس ديال كريم شانتي
ما يعادل تقريبا 100 غرام، الساشيه كتباع فيها 100 غرام. يعني هنا الحليب نص كاس ديال الحليب بارد 100 ملل، علبه نتاع الفلون نتاع كراميل. بسم الله كنصبوا فلون كراميل. بالنسبه لهذا الفلون راه كيضيف واحد النكهه لهاد الكريمه كتجي رائعه. كنصبوا الكل في 5 شونتي الحليب بارد، وكنبقاو كنطربوا بالطراب الكهربائي. بسم الله على بركه الله. بعد ما طلعنا الكريم شونتي هانتوما كتلاحظوا غنتركوه جانبا حتى نديرو به الحلوه، نعمرو به الحلوه ونقدمو. بسم الله. بعد ما وجدوا الكيكات بجوج، الان كناخذوا هاد الكيكه الاولى وكنحاولوا نحيدو هاد الفوقاني بشويه من الفوق ديالها، كنبقاو نسافو معاه حتى تنكلطو هاد الفوقاني. بسم الله. بعد ما حيدنا هاد الفوق نتوما غادي تلاحظوا غنوضعوه هنا في التفصيل، غنوريكم اش غنديرو به. الان كنحاولوا نقسموها على جوج، كنحاولوا نقسموها بالتي هي احسن. من بعد ما قسمنا الكيكه على جوج هانتوما كتلاحظوا كنحاولوا نعاونو بهذا. على هذا الشكل، ونفس الشكل بالنسبه اللي درنا لهاد الكيكه غنديرو كذلك الكيكه ديال الشوكولاط. كذلك بالنسبه للكيكه ديال الشوكولاط كنحاولو كنزولو بعض الشيء من الفوق هنا بعد ما قطعنا على هذا الشكل. نتوما كتلاحظو كنوضعو كذلك في هذا الصحن هاهو. الان غادي نحاولوا نقسموها كذلك على جوج، نحاولوا نقسمها دائما كنحاولوا معها حتى تنقسموها على جوج. بسم الله. بعد ما شكلنا جميع الكيكات كاملهم، الان غنمروا باش نحضروا نديروا فيهم الحشوه ونصايبوا مزيان. كنبداو بالطبقه ديال الشوكولاط هي الاولى. بالنسبه للقطع المتبقيه غناخذهم هذه ديال الشوكولاط وهذه الاخرى كناخذهم من الفران كيحملنا بعض الشيء، وكنفرتتهم غادي نورو كيفاش غندير لكم غادي نزينو بهم الكيكه ديالنا. بسم الله. الان كنديرو كريم شونتي على هذا الشكل، كنبقاو ندهنو باش نشكلو الطبقات وندهنو بهاد الكريمه مزيان. بعد ما درنا كريم شونتي في الطبقه الاولى، الان غنديرو الطبقه الثانيه، هاد الطبقه البيضاء. نديرو كذلك الكريمة في هذا الطبق، كنبقاو كنسرحو فيه حتى تنسرحوه مزيان. بعد ما درنا الكريمة في هذا الطبق، الآن غنديرو طبقة ديال الشوكولاط. أخيرا بعد ما درنا جميع الطبقات، الآن كندهنو الطبقة الأخيرة وكنبقاو كندهنو فيها على هذا الشكل وكنسرحو. كندهنو حتى الجناب كندهنو، كندهنو مزيان. بسم الله. بعد ما خرجنا من الفرن حمرنا هادشي كنحاولو نفرتكوهم وكنتركو كل قطعة بوحدها على هاد الشكل. بسم الله. بعد ما كملنا التزيين وهرمشنا كيكة ديال البقايا ديال الكيكة ديال الشوكولاط واللي ما فيهاش الشوكولاط، الآن غادي نحاولو نزينو. كناخدو واحد تقريبا الموس وكنديرو قطع، كنقطع تقريبا هكذا تشكلي، تنديرو الطاساج كنطلاصيو. الان بعد ما كملنا الطاساج كناخذ هذا تاع البابي الومنيوم، شكلته على الشكل، كناخذ بابي الومنيوم كندير على شكل وكنلوي على جوج باش كيسهل علينا المأموريه. كناخذو كنحطو هذا الشكل وكنديرو
بعد ما درنا هذا الاسود الان ناخذ نحيدو نزولو ونديرو الابيض كذلك كنديرو بهذا الشكل باش تيفرق لينا وكنبقى مستمرين على هذا الشكل حتى تنهيو التزيين تاع الكيكه. بعد ما زينا الكيكه صحات على هذا الشكل كناخذو هذا الابيض مع الاسود وكنمزجو باش نمزجو مزيان باش نديرو الجوانب. الان بعد ما مزجناهم كنديرو الجوانب على هذا الشكل. كنبقاو مستمرين حتى نكملو التزيين تاعكم. الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل، كيجي بالطبقات هانتوما كتلاحظوا كتجي رائعه والشكل ديالها كيجي رائع كذلك، والبنه لذيذه بزاف. وهانتوما كتلاحظوا الشكل ديالها ها هو. الان غادي نقطعوا نوريكم، ها هي الكيكه تجي كتجي خفيفه بزاف بهذا الشكل، كتجي خفيفه الشكل ديالها. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.